متابعي سباتشات، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج وجهة نظر، وضيفي في هذا اللقاء النائب السابق إيدي معلوف. أهلا وسهلا فيك معنا. مرحبا يعني مو... لك وللمشاهدين. أهلا وسهلا. مواضيع سياسية وأمنية رح نناقشها بهذا اللقاء اليوم، ولكن بداية من لقاء مع رب يلي صار يوم السبت، وكان العنوان الرئيسي لإله 1701 دفاعا عن لبنان. كيف بتعلق على هذا اللقاء؟ بالمضمون يعني اللي انقال بالمضمون معروف مسبقا، يعني مواقف اذا بدك مجمعين عده مواقف قايلين لقبل وعم يجربوا يحطوها هيك باطار وكانه هن يعني فريق كبير وداعم، بس انه كلهم يعني مطالبين فيه. واصلا يعني مطالبه 1701 نحن منا ضدها، بالعكس نحن مع تطبيق ال 1701 وعلى الميلتين من الحدود وضمن تفاهمات كبيره، يعني ما حدا ضد الحرب ولا حدا عم ينكر قرارات الامم المتحده، يعني اللي صادره عن الامم المتحده، ولا بل رحنا اكثر، نحن مع تثبيت النقاط، مش تثبيت يعني نقاط 13 واحد يحددها لمره نهائيه ما يضل في اختلاف عليها، نقطة البيوان، يعني كل هذه المواضيع ما حدا ضده. والأمور الثانية يعني على بناء الدولة وهذا كمان، بس قصة إنه تحميلهم لهالمشاكل كلها سوا لفريق واحد أو لجهة واحدة، هون بيجي واحد بفوت معهم بالنقاش. طب هو اللقاء اسمه لقاء تضامني وطني، ليش ما داعي التيار الوطني الحر لهيدا اللقاء؟ ما زال حتى انت عم بتقول انه موافقين على البنود، وكنتوا انتوا كمان من المطالبين فيه للبين الختامي. لكن واضح انه هن عندهم مشكله صار مع التيار الوطني الحر، وهذه المشكله مش مبلشه من هلا، يعني نحن كان عندنا مبادره من اول ما صار، يعني وقت راح الرئيس عون ترك بعبده كان عندنا مبادره رئاسيه، وبعد وقت بلشت حرب غزه كمان كان عندنا مبادره وبرمنا فيها على تقريبا كثير من اكثريه الاحزاب كلهم، يعني الوحيدين اللي قرروا ما يتجاوبوا مع الموضوع هن فريق المعارضة وبالأخص القوات اللبنانية، لأنه حتى عرفنا أنه داخل المعارضة كان في أفرقاء ما عندهم مشكلة وحابين، بس للتضامن طب ما يبينوا جزء إيه وجزء لا، ما كان بدهم يلتقوا مع التيار الوطني الحر، وعلى رأس هالأفرقاء كانت القوات اللبنانية. ما بعرف يمكن القوات اللبنانية حاسين حالهم بمرحلة، مش حاسين حالهم، عم بيخبروا ويقولوا لسوء الحظ، هذه نفس الكاسات اللي بنسمعها من 2009، يعني إيه انه خلص الطيار راح والطيار فرط وبكره الطيار شوفوا ما عنده شيء وما حدا يمد ايده، لانه الطيار اذا مديتوا ايدكم لإله هلا او تشاورتوا معه او اجتمعتوا معه يعني كانه عم تعطوه اكسجين، اتركوه يموت لحاله. ما بعرف، طب اللي تبين انه اللي عم يحكوه واللي عم يتمنوه لإلنا تبين هذا عم بيصير بمعراب عندهم هن، يعني هل ليش كان في حضور بمعرب؟ طب كان في حضور، بس حضور اول شيء يعني انا ما تاخدي على كلامي، انا شو بدك فيه، يمكن انا خصم بالسياسه، شخص كان قريب منهم الدكتور فارس سعيد هو اللي قال له خي مش عم تقدر تظهر من المتحف، اوكي برغم وجود بعض الوجوه الاسلاميه، بس انه معه حق انه هذا اللقاء الوطني الكبير في مقاطعه شيعيه درزيه سنيه هايله، ايه بطل اسمه لقاء وطني، بدك تعمله لقاء مسيحي هذا غير موضوع. حتى عند المسيحيه طب انه كلهم مسافرين طلعوا يعني ممثل عن وممثل عن وممثل عن، طب اذا مزبوط هذا اللقاء بهالاهميه وبهالكبر، ايه وعلى كل حال كمان ما اقول انه نحن عم نقول هيك ولا فريقنا، طب مع باب معراب في كذا شخصيه صرحت عن طعن وعن رفاق سلاح خزلون وعن 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 وعن، يعني هذا الموضوع بالشكل هن بدهم يراجعوا، هني بيقولوا انه اجا اتصالات وهددت بعض الشخصيات ومن هيك ما حضروا لهيدا لحظة اللقاء. انه مين بيهدد؟ سوري بس انه يعني اتصالات بتهديد، اوكي مين هو اللي هو بصلب المعارضة؟ ايه انه اخر شيء هن مش عم ما كانوا داعيين لا حركة أمل ولا حزب الله ولا فريق الرئيس مئاتي على الموضوع،
ونحن حاطينا يمكن ضمن فريق منا معهم كمان مش داعيين. طيب مين اللي المفروض يكون بالمدعوين بيتعرض لضغط ولا هذا؟ بعدين الأحلى شيء أنه بيفشل اللقاء بحطوا حق على الثنائي. بس اليوم ليش عم بتقولوا أنه فشل؟ طيب اليوم بالنسبة للقوة اللبنانية أنه هن بالعكس هيدا اللقاء طيب كان ناجح وما فشل. طيب وكان في حضور وبالنسبة لأنه أنه رح يكون في لقاءات أخرى. طيب وإذا هالمرة ما كان في يمكن هيدا الشخصية مرتجال رح تكون وإذا هالمرة بمعرب مرتجال غير معرب. أوكي بس أنا الانتكاسي بالشكل وبالحضور مش طالع من عنا نحن. مش نحن عم نسوق له. يعني قريناها وشفناها من محللين منهم مع طيار أو لا في محللين منهم محسوب علينا. في افتتاحيات نشرات أخبار كلها حكيت عن الانتكاسة وعن الفشل بال يعني بتجميع حضور وازن. دونك هذا الموضوع بدك تجي بمحل معين وتتهم. أحلى شيء بالموضوع كله انه السبت منتهم الثنائي يعني بيناتهم رئيس بري والتنين بنعمل له تغريده انه هو اهدم زلمه. طب انه انه عن جد يعني انه هيدا الجديه وهذا انه منخصصه ليه شو تغير؟ ما السبت كان هو بين اللي عم تحض يعني بين عم حضرتك قلتي عنه مفروض يكونوا تلفن وهددوا صح؟ وما صار هالشي. انحكى انه في اتصالات اكيد ما صار هالشي لانه ما عم بتصور انا مين هو اللي بده يتلفن ويهدد واحد اصلا بالمعارضه يقول له ما تطلع على معراب. يعني انه شو هال طب وقتها بدك تتهم بالقليله او تهمتك منك مصدقه وعم تكذب فيها ايه ما ترجع تبيضها بعد يومين بهضمن يعني. بركة ما عم بيحاول الدكتور جعجع انه يبيض تغريدة. بركة في شيء بالكواليس نحن ما بنعرفه او اتصال دار بين جعجع والرئيس بري نحن ما بنعرف عنه. هيك صار بدي اضرب بالرمل انا بطلت اعرف. اليوم ليش كتيار وطني حر عم بتصوبوا على لقاء معراب ومركزين على مين حضر هذا الاجتماع ومين ما حضر بس بالمقابل ما بتشوفوا ايجابيات هيدا اللقاء وانه في كتير نقاط مشتركه بينكم وبين القوات اللبنانيه انحكى فيها باللقاء وهذا الشيء بينه البيان الختامي للقاء معراب. اليوم ليش ما بتدعموا القوات اللبنانيه باللي طرحته؟ ليش ما بيكون المواقف تبعكم ايجابيه فيما يخص هيدا اللقاء؟ مش عم ننتبه نحن عم يعني نحن عم نوصف نحن عم نوصف لقاء معين صار كان عم اعمل له طبل وزمر وانه اف شو رح يطلع منه اخر شيء طلعت انتكاسه. هل ما حكيت لا بالعناوين ولا بشيء عم بحكي بالشكل هون. انا اللي قلت لك انه بالعناوين نحن ليش مش نحن من اول الداعمين وطالبنا البترك ودعمنا مبادرة المطران أبي نجم وكل مين حكي عن اتفاق مسيحي على بنود. ليش نحن مش نحن اللي كنا مطالبين فيها هيدي؟ أنا عم بقولك إنه نحن مطالبين فيها وفي كثير أمور نحن بنستغرب أصلا رفض القوات اللبنانية للحوار. أنا بقوله لا ثقة بالوزير بسيل. لا ثقة بالوزير بسيل. أول شيء هالموضوع عم تعمليه تحت سقف الكنيسة مثلا إيه؟ وتاني شيء عم تيجي تقولي عم تطرحي عناوين. ما عم بيجي أنا أعمل معك ديل بالشخصي ولا عم بعمل معك عم بطلب منك تدعميني. أنا عم بقول نحن والله في عناوين فينا نتفق عليها وفينا ما نتفق عليها إيه؟ بغض النظر. طيب بدي خبرك أنا يعني أنا صاير هالفترة عم بعمل مقارنة إيه؟ بين موقفنا وبين موقف حزب التقدم الاشتراكي يلي اليوم مقرر حزب التقدم الاشتراكي وبرافو عليه يعني يصفر المشاكل مع الكل وما بده يعني لا بده يتموضع هون ولا بده يتموضع هون بده يكون منفتح على الكل وبرافو عليه. طيب انتوا قبلانين هالموقف من الاشتراكي صح؟ طيب ليش رافضينه علينا؟ طب انتو انا بدي اقول لك بالهيدا بموضوع النزوح السوري مين اقرب لموقفكم كقوة لبنانية الطيار ولا الحزب التقدم الاشتراكي؟ ايه علما انه عامل ورقة جديدة لحزب التقدم بس عم بحكي انه طب بموضوع اللامركزية مين اقرب عليكم الطيار ولا الحزب التقدم الاشتراكي؟
طب بموضوع صلاحيات الرئيس والحكومة كيف عم تشتغل؟ مين أقرب عليكم؟ التيار يلي رافض لكل هالطريقة العمل وهالتخطي للدستور، ولا حزب التقدم الاشتراكي اللي موجود بقلب الحكومة؟ فتح جبهة الجنوب، مين عمل ملاحظات علي أكثر؟ التيار الوطني الحر ولا ما بدي؟ بدي أعطيك هول الأربع عناوين مثلاً يلي هن اليوم هن العناوين الأساسية بموضوع انتخاب الرئيس. يمكن نحن والاشتراك نفس الموقف، طب ليش هنيكي بتلاقيهم عم بيداروا الاشتراكي وبيتفهموه وبيحكوا معه على صوت واطي، ونحن يلي مواقفنا أقرب لإلهم من فريق بيعتبروه عم يتوددوا له ولا هذا، بينزلوا فينا خبيط على بكره والظهر وعشيه، وعلى بكره والظهر وعشيه. طيب يا اخي نحن ما بدنا نخنقكم، بس نحن ما فينا ما نرد على افتراءاتكم. نحن مع مبادره بكركي، نحن مع مبادره المطران ابي نجم، مع كل مبادره ممكن تقعد افرقاء لبنانيين وكيف اذا كانوا مسيحيين على طاوله وحده ويحكوا عن هيدي المواضيع يلي هي بتخمنا كلنا. انه طب اليوم، طب اذا بكره انطرحت اللامركزيه معقول ما نكون منسقين مع بعض؟ خاصه اذا كلنا بدنا اياها. مثلا لو ضايقكم على اجتماع مع رب كنتوا بتطلعوا؟ كنتوا بتحضروا هيدا الاجتماع؟ كنا درسناه للموضوع، بدنا نشوف شو هو سقفه، لمين بده يهاجم ومين بده يهاجم، شو بده يعمل. يعني نحن كمان مش انه والله رحنا، بس هيدا ما بيمنع انه نحن نكون محمسين ومنفتحين لقاءات ولتشاور، لانه الوضع هيك. يعني انتبهي، يمكن انا من الاشخاص اللي دائما بيعلقوا او بس انا ما بحياتي ببادر، وغيري 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 بالطيار. نحن بنكون عم نرد، نحن بنقول انه خي ما بدنا هالموضوع، يمكن بضر، ويمكن في جزء من الشارع المسيحي ما بده اياه ورافضه، مزبوط. بس اخر شيء ما فيك ما تردي، ما تعلمنا نحن. تتذكري قصة الكهرباء كيف ضلينا ساكتين نحن أول من 2010 ل 2013 14، إنه معتبرين نحن إنه بكره بتجي الكهرباء وخلص كل يلي هاد. طب بس عرقلوا المشروع وانقلبت علينا، ونحن أونترتون ما كنا إنه والله عم مستميتين بالدفاع ولا هذا. ليش؟ لأنه معتبرين إنه بكره المي بتكذب الغطاس. ما تصورنا بفترة من الفترات إنه هالقد حيصير في تقاطع بين قوى سياسية يقرروا نكيب جارهم يحرقوا بيتهم. لا، ما ايه برجع بقول لك، مشان هيك نحن صرنا بمرحله لا، يلي بيحكي بنرد عليه، بس من بادر نحن لا، ما بدنا نبادر، بس كمان من تاني مالي ما بدنا نسكت. قبل ما ننهي اجتماع معراب واللقاء اللي صار بمعراب، بتتخوف اليوم انه جعجع يترأس المعارضه؟ صار اصلا صار له من 2005 6 يعني، من اول ما ظهر بيعملوا هيدي المحاولات وهيدا، وبعدين يترقص اللي بده اياه. يعني انا شو بشيل من دربنا انه اذا ترقص ولا ما ترقص؟ المشكله مش منا اصلا، المشكله من حلفائه، شو خصنا فيه نحن؟ يعني يترقص ويعمل اللي بده اياه، بس اخر شيء وين عم يصرفهم؟ يعني هول القصص الكبيره اللي بيحكي عنها والمواقف، طب وين على عم شو عم يصرفها؟ بتلمح على كل شيء، على كل شيء بيعملوه بيقولوه نحن فين. وخي شو فيك تعمل؟ عملت انتخابات من اولها لاخرها، نحن بدنا ونحن فينا. اليوم شو جاي تحكي تقلي انا ما عندي اكتريه؟ يا حبيبي طلع لكان بسلوغان تبعك مرت الجاي، قول اذا بتعطيني الاكتريه وخبرني قبل الانتخابات مين الاكتريه اللي رح تتحالف انت وياها، انا في اعمل 1 2 3. مش تبقى عارف حالك مسبقا انه راس سعرك بتجيب 20 نايب وبتخبر الناس وبتضحك عليهم وبتقول لهم انا فيني نزل الدولار. طب ما بأثر، انتم كمان السلوغان تبعكم تبع الرئيس عون العهد القوي كان، بس نحن كمان فش العهد الرئيس مش بس العون نحن يعني. مزبوط، بس نحن ما كنا جي، يعني كانت تركيبة العهد بالاول مبنية على اسس صلبة، كان في مبنية على تفاهم مع تيار المستقبل، مع حزب الله مال، مع القوات اللبنانية، ومع أفرقاء تانيين، والحزب التقدم الاشتراكي ما كان معارض. أوكي، هيدي وقت وصلت هيدي التركيبة 86 نايب يلي وصلوا الرئيس عون،
كنا متكلين عليهم على اساس يضلوا مكملين. هلا شو صار على الطريق، كيف انضرب موضوع القوات، كيف بلشت تزيح، سعد الحريري كيف قرر يستقيل من الحكومه ويفل، الرئيس بري يومتها كيف استفاد من هالضعضع تيفوت لجوا ويفرم، هول كلها امور. بس نحن كبدايه ما جينا عم نقول انه نحن مبلشين من مشي. طب اذا ما بتعرف تركيبه اللعبه الديمقراطيه بلبنان كيف بدها تصير وقديش بدك تتعمل اكتريه ومين اني حلفائك، ما توعد الناس. نحن وقت جينا لقلنا على العهد القوي كنا مقلعين من تركيبه من 85 86 نايه. ايه الك حق وقت يكون معك هالقد افريقيا تجي تقولي ايه انا رح اقدر نفذ مشروعي وتكوني حاكي معهم ومش جاي من فراغ. يعني هلا شو صار على الطريق؟ قرر صار في ضغط على الرئيس سعد الحريري تيزيح، اجا دونالد ترامب قرر يخزي الاتفاق النووي ويحط ضغط على لبنان ويصير في تسكير للمصر. طب اوكي هولي بعدين امور اقوى منك ومنك قادره تعمليها، بس انت وقت تكوني عارفه قبل شو شروط اللعبة ما لك حق تبيع الناس أوهام مثل هيدي. بس يقول الدكتور جعجع بدنا وفينا، وقت يقول الحراس ما بينعسوا، وقت يقول المواجهة مستمرة، شو بيكون قاصد؟ شو عم نشوف عم بيترجم حكي ولا الدكتور جعجع على الأرض؟ سلوغانات سلوغانات كوين الزيت وهزت ما نزلنا. طب أوكي على الأرض شو عم بيصير؟ إنه آخر شيء رحنا سكرنا جبال وقت الله يرحمه باسكال سليمان انقتل. طب انه جبال سكرت عمين على اولاد جبال والبترون وكسروان مين اللي هول الاساسيات، وبعدين بتصير اهل طرابلس واهل بيروت واهل كان ضغط على القضاء بوقت اكثر من ما كان تسكير طرقات. طيب اوكي بس انه لشو الخبيط اللي صار على العمال السوريين؟ ليه فكركم وهالمزايده اللي عم بتصير هلا؟ انه طب ما انتم ساهمتوا بدخولهم وبكثره على لبنان وطلعتوا على عرسال واستنكرتوا. طب اليوم عم تيجوا تقولوا، وانا برجع بقول بمحل معين، انه اذا انتم جيتوا على هالموقف وصرتوا مع عوده النازحين السوريين خلص نحن يا خي مستعدين ننسق نحن وياكم وننسى. بس ما فيك انت عامل الخطيئة مش الخطأ الخطيئة الكبيرة على مدى 10 سنين تيجي تصفي بدك تحملني إياها، وأنا بي وأمه للمشروع وقدار شلي موقف من 2011 لليوم ما كان بهالاتجاه. بدك ترجي تلاقيني على راسي وعيني حقك، وأنا بكون كتير مبسوط ومننسق معك بالبلديات ومع الحكومة ومع وين ما بدك إيه تا نساهم بعودة السوريين على بلادهم، نازحين السوريين. بس ما فيك انت مقصر وتجي هلأ بدك تتهمني انه حق علي. القوات اللبنانية بتتهمكم انه بس عم تحكوا عن النزوح السوري، ولكن انتو كنتوا بالحكم وانتو كنتوا بالحكومات السابقة وما كافحتوا النزوح السوري بلبنان. وين كنا نحن؟ بأي حكومات؟ حكومة الرئيس مئاتي، انت بتعرفي يومتها الوضع السني كيف كان وقرارات الرئيس المئاتي اللي قرر يستقيل. نحن عشو تقتلنا نحن والرئيس مئاتي وحتى بعدين نحن والرئيس تمام سلام؟ مش على قصة انه قرار سكروا هيدي الحدود، ليش ما صار في قصة طويلة عريضة مع العماد أهوجي انه تفضلوا بعتوا الجيش لفوق صفينا اخر شيء نحن عم نتقتل نحن والعماد أهوجي لانه هو بده يعمل رئيس والرئيس ما كله بيقلبوه عليكي ايه، وما حدا بيتحمل مسؤولية ليش فاتوا. هلا في شي موقف لقلنا من بعدين اذا ما معك اكترية بحكومة، اذا ما معك اكترية هيدي حكومة الرئيس مئاتي، ما هي وقتها بلشت تصير الامور جدية بسوريا انشلت، وبعد فترة استقال. وبحكومة الرئيس تمام سلام شو كان عنا نحن؟ 3 وزراء ما كان عنا أكترية، ونجي نفوت ويصرخ وزير بسيل وزير خارجية كان واللي بدك إيه. طب وما تقدر تعمل وما تقدر تجيب أكترية وما تقدر تاخدي هذا ليش الكتائب ما كانوا فيها لهيدا الحكومة كمان؟ شو كان موقفهم يومتها؟ ما كانوا يفتحوا تم، كانوا لا نطلع عرسال وهول معارضين وهول بدنا نستقبلهم وهول إخوة لقلنا ما نسينا نحن. لكن دخلك الرئيس عون ما دفع حق الورقة اللي رفعها بالأمم المتحدة وعليها خريطة لبنان
وعليها المخيمات بالنقط الحمر، ما دفع حقه بعد شهرين ثلاثة ثورة طويلة عريضة بلبنان. ليش؟ مش لأنه رافض هالأمور كلها سوا كان؟ لا، ما في واحد يجي ينسي الناس. هيدا يمكن بتنسي شباب قرروا هلا عمر 15 16 17 يتابعوا سياسة. هيدا كان من 15 من 10 سنين كان منه متابع، يمكن تقدر تضحك عليه. بس الشخص اللي واعي اللي متابع بدك تقنعه. طب قديش عملنا مشاكل دخلك وقت قصة وزارة الشؤون الاجتماعية كنا نطلبها تنسق هي واليو ان اتش سي ار مشان يعطوا اللوائح للأمن العام على الحدود؟ طب مش وزراء تبعهم كانوا معارضين هالشي وما لازم نعطي اللوائح، بكره بفوتوا بقتلون وما ليش برأيك؟ لأنه كان في مشروع، يمكن كانوا مراهنين إنه هول آخر شي رح. ما هو قال امبارح، برر سمير جعجع، قال انه والله حتى الامريكان كانوا مراهنين انه بشار الاسد رح يقشوط، بقى نحن كمان كنا مراهنين على الموضوع. طيب اوكي، مراهن على هالموضوع وما صار، بتدفع حقها خلص، مش بتهمني فيها لإلي. اذا رهانك كان غلط وما كان خيار سياسي ممنوع فيه اخده، انت بتدفع حقه، ما بتدفعني حقه لإلي اليوم، ويصير بدك تزيد وتزيد وتزيد. واذا كل يوم نزلت عند وزير الداخليه، واذا كل يوم عملت اجتماع بلديات العالم، خلص رح تنسى انه انت كنت احد المسببين الاساسيه بالوضع اللي وصلنا له. برجع بقول لك، بتوقف تتهم وتركب فومي، نحن مع منفتحين طب ما زلتكم ولازم. منزعجين من اللقاء عند وزير الداخلية، ما عم بقول شيء، عم بقول يعني لك ما انه انه عم هو يحلقوا على اللقاء يلي بالعكس هيدا شيء جيد كان انا عم امبارح. ما عم بقول لك مش شيء جيد، بس عم بقول لك انه اليوم كثره التحرك بهالاتجاه هذا كثير منيح اعمله، بس ما تجرب ترجع تلزقني هاي المشكله اني انا سببها. اليوم ليش ما بتعملوا لجنة مشتركة انتو والقوات اللبنانية لمكافحة النزوح السوري بلبنان؟ يعني انتو والقوات مثل ما عم نحكي انه عندكم ذات النقاط فيما يخص النزوح السوري بلبنان. هذا الشيء اللي قايله نيابة المباشر، يعني انا قايله للنواب عنده وغيري وغيري وغيري، والوزير بسيل حاكي فيه للموضوع. ما عندنا مشكلة، نحن عم برجع بقول لك انا، مبادرة بكركي ومبادرة يلي تحت يعني مطران ابي نجم والطاولة المستديرة والنقاشات اللي عم تصير، نحن مع، ونحن مع انه واحد يبرد الامور خاصة بهالفترة هيدي. بس أنا مني مع نسكت على حيالله افتراء بيجي علينا، بس هيدي هي عم بقول لك، ما حدا بيهاجمنا نسكت. أنا عم بقول لك ونحن بدنا هالشي ونحن بنرغب بهالشي، وكل ما واحد كل ما واحد إن كان مطران أو أبونا أو رئيس دير نكون معه بيقلنا إيه بس دخلكم شو ممكن ينعمل، برجع بقول له خد ردودنا اذا او مواقفنا، اذا مش كلها كانت ردود حقك علينا، حقك علينا اذا منك ردود، بس انه الموضوع يصفي، بده حدا يتهجم علينا ونحن بدنا نضل ساكتين؟ لا. هنحكي بالنزوح السوري من الناحية الاجتماعية والأمنية، يعني يبدو أن لبنان صار ساحة للجريمة اليومية خاصة بعد مقتل باسكال سليمان، يعني كل يوم عم نسمع بجريمة وأغلب الأيام بيكون المسؤول عنها نازح سوري أو من الجنسية السورية. كيف توصف هذه المشهديات؟ لشو بتنظر هذه المشهديات؟ هذا الشيء اللي حذرنا منه من الأول، إنه آخر شيء وقت يكون في هالكمية من الناس عاطلة عن العمل، ما عندها شيء تعمله. طب آخر شيء في منهم مفكرين إنه السرقة والأخذ الرهائن وتجارة المخدرات وكل هالأمور والدعارة وال 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 هولي قصص شو اسمه مسموحين، وانه ايه اخر شيء شو بدي اعمل انا، ما سكرت الدنيا بوجهي. هيدي شغل، وهذا الموضوع كان موضوع طبيعي وقت يكون عندك مليونين شخص. اوروبا كلها سوا، تصور امبارح اجى الرئيس القبرصي من شهر على لبنان، وجاب نص حكومته معه كرمال شو، كرمال 2000 واحد زمطوا من هون على قبرص السنه الماضيه. تصور هالتحرك، رئيس جمهورية دولة مع فريق عمله مع مسؤول المخابرات مع كل العالم،
انه دخيلكم نحن ما بنتحمل. 2000 انت عم تحكي شو؟ مليونين كم مرة زيادة يعني؟ طب في شيء منه محمول. اوروبا كلها سوا تحركت وقت الاتراك راح من عندهم كذا نازية. نحن اللي جينا عم نقوله ما حدا عنا بلدنا ما ممكن يتحمل هالكمية من هذا الكلام. برافو انه عم ينقال اليوم صار من كل اللبنانية، بس ما كمان كنا عم نحذر عنه منه من قبل. حتى شيل 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 الجريمة، ايه شيل الجريمة على كل اشكالها، من السرقة للقتل للمخدرات لكل حتى العمالة. طب انه هذا اللي عم يجي يشتغل بدل لبناني، طب هذا مش عم بيسبب كمان احباط وعدم فرص عمل للبنانية؟ ايه طب ما كمان صار في عندك هون كمان لبناني عم بفكر شو بده يعمل. اللبنانيين عم بفكروا بالأمن الذاتي اليوم، بفكر بالأمن الذاتي، بفكر بالأمن الذاتي، بفكر بالهجرة، بفكر هو كمان يبلش يسرق وينشل ما هيدي كلها سوا بتصفي بولدوناج. يعني انه ليش عم نقول انه هيدا الملف من الأول ما كان مفروض يوصل لهون؟ وصلنا لسيناريو سيء بهذا الخصوص؟ ان شاء الله لا. يعني اليوم وقت يصير في وعي عند كل الجهات اللبنانية، ايه هلا شو اللي بخوفي؟ بخوفك انه تيجي جهه غربيه، سوري غرب منا لبنانيه، مش ضروري غربيه، غربيه او شرقيه، تيجي تقرر تستثمر فيهم لهول. هون ايه بيصير فيه، بس اليوم بجو المنطقه بالتفاهمات العربيه العربيه وحتى الايرانيه العربيه، ايه مش مبين انه في حدا. هذا الحظ الحلو اللي عنا اياه لحديث اليوم، انه ما فيش مبين انه في حدا، بس انه هيدي برميل بارود وبده ولايعه صغيره بيفقع اكيد، لانه حيلا حدا بقرر يستثمر بالفقر والتعتير والشحار والطائفيه والهيدا. هيدا ارض سوبر خصبه يعني موضوع النازحين. عم ينحكى اليوم انه في تسلح عند النازحين السوريين، شو معلوماتك عن هذا الموضوع؟ لكن في تسلح لما بصير واحد بينضرب سكين والتاني بيضرب سكين وبصير بده يدافع عن حاله وبصير هذا مشكل. وهون دور الأجهزة الأمنية يعملوا دائما مداهمات ويشوفوا شو مصدره، وهذا هل هي مصدره فردي، هل هي في حدا دولي وراها. يعني هذا الموضوع لازم نضل منتبهين له. ايه اكيد. أين الأجهزة الأمنية مما يجري؟ لو على عينه، ما هي كمان بميلة هيدي واجباتهم، من تاني ميلة كمان بديش واحد يشوف قدراتهم، هيدي واجباتهم لازم يعملوها. بس انه عم نشوف مثلا طب بكذا محل عم تشوف الأجهزة الأمنية عم تكون كتير فعالة، وفي مطارح كمان عم يكون في شو اسمه يعني عم يكون في بالقضايا اللي فيها نفوذ عم بيكون عندها دور فاعل الأجهزة الأمنية. القضايا اليومية تبع المواطنين عم تتحرك الأجهزة الأمنية؟ لا ما عم بقلي انه بدك ترجيهم بالمغفر يتحركوا، بيقول لك ما عندي بنزين وفرصة وعندي مشكلة اعداد. ايه طيب انه اخر شيء كمان يعني هي شغلة على فريق يعني على ميلتين، في عندك وقع الأزمة الاقتصادية على موظفين الدولة على كل اللبنانية بس على موظفي الأسلاك بالأخص، وعندك كمان شو اسمه يعني طريقة عملهم يلي أيام تكون منيحة وأيام عاطلة. خلينا ننتقل للموضوع الأهم يلي كل اللبنانية عم تسأل عنه، يعني هو موضوع على لسان الجميع، شو سر العلاقة الجديدة بين الرئيس بري والتيار الوطني الحر؟ لكن ما في سر. يعني وقت واحد يكون عم يعلن مسبقا ايه انه هو بده يتحاور مع الكل، ايه وقت يشوف نافذه في يفوت منه ولا باب في يفوت منه ولا شو ما كان هيدا، نحن مدين ايدنا. ما في شيء انه نحن كنا مخبيينه. ما طلعنا قلنا، عم بقول لك قبل يعني وقت الرئيس كان رئيس عون كان ببعده دعا لطاولات حوار وقال ما فينا نكمل هيك ومجبورين نحكي ومجبورين نتشاور. طيب رجع من بعد ما فل التيار الوطني الحر عمل شيء اسمه ورقة رئاسية،
وبرم فيها على كل الأفرقة، وبيناتهم الرئيس بري وكل الأحزاب يعني. أوكي طيب، ورجع بعدين وقت 7 أكتوبر كمان التيار عم بيقول إنه نحن اليوم تنحصن الوحدة الوطنية بوضع مثل هيدا بيتلاقوا. طيب إنه هي جايب هذا السياق، اليوم يمكن جينا لقينا إذا بدك مرونة ولا قبول أكثر من فريق الرئيس بري، ومن الرئيس بري شخصيا، نحن رحبنا بهالشيء. طيب شو هلا طبيعة لوين وصل؟ العلاقة هلأ؟ هلا في حكي، سمنة على العسل مثل ما عم لا بينقال؟ لا مش هل يعني نحن بنتمنى مع الكل، بنتمنى مع القوات تصير هيك، ومع الكتائب ومع الاشتراك وهذا، بس هذا مش الواقع. في حكي وفي يعني اخذ ورد، نتفق على بعض المواضيع، ما بنتفق على مواضيع تانية، في مواضيع ثالثه بدها بحث اكثر، في مواضيع ما بعد ما نضجت لانه اخر شيء في عندك وضع المنطقه بياثر عليها، بس انه اليوم في خط موسوع عم يشتغل بيننا وبين الرئيس بري، هالقد حجمه لا اكثر ولا اقل، مثل ما بنرغب هالشي يكون مع افرقاء تانيين، يعني مش انه يكون محصور محل ولا ضد حدا، ولا يلا بنجي مع الرئيس بري تنكون ضد فلان، ولا لا لا مش هذا الموضوع. مطرح ما عم نلاقي قبول ومطرح ما عم نجرب نعمل خرق، انا بقول لك ما رح سمي، بس انه في كتير احزاب تانية انه ما عندنا مشكلة ملاكي نحاول، انتو. لا مش ملاكي، بس انه اليوم انه هذا الواقع، وهذا يعني يلي بده يقول عنا طوباوية وملاكي ايه، طب يجربنا. اذا نحن عم نناور او عم نخدع، طيب اوكي رح لا تنكشف بس لانه الخبرية هو السؤال كيف تبرره لجمهوركم؟ من فترة انه كان شو الرئيس نبيه بري بلطجي ومتهمينه بملفات فساد، والرئيس نبيه بري عرق العهد الرئيس ميشيل عون، كيف بتبرره طيب اليوم؟ اليوم في اكثر من هيك، من تاني ميلة من الحدود بين الاحزاب الاسرائيلية، اليوم في حرب، اليوم في حرب، واليوم في انهيار اقتصادي، واجت الانتخابات النيابية، ردت الرئيس بري رئيس مجلس نواب. اوكي طب انا بقرر شو اعمل؟ لا انتو عم تحاوروه بس لانه رئيس مجلس نواب. رئيس مجلس نواب وعنده كتلة نيابية، مثل ما نحن مدين ايدنا لاشخاص اقل من رئيس بري عندهم بس كتلة نيابية، مدين ايدها لالهم وهن بيعرفوا بقى حالهم وهن مجربين. هلا كل واحد منهم بقرر، في واحد عم بقول لك في منهم ناطريننا تنموت، انه بكره الطيار خلص ميت ميت لشو بدنا نحكي معه، وفي عالم تروح بتخبر انه اوعى تمدوا ايدكم للطيار هلا. طب اوكي بنقعد نضحك لما صرنا عايشينها 100 مره، كل مره بتيجي الانتخابات، دخلك مش انتخابات 2022 كانوا معتبرين انه رح يمسحونا فيها؟ ما شفنا صحفيين وشفنا رجال سياسي على التلفزيون لايف ما صدقوا الارقام، لايف كانت، مش انه مش انه حدا خبرنا. طيب اليوم يلي بعده مراهن على هالشيء، يلي بعده مراهن انه في يلغي حدا بلبنان، بيكون هو عنده المشكله، مش نحن بيكون عندنا مشكله. ما إذا بدنا بدنا نضل نلغي حدا. بالعلاقة مع الرئيس نبيه بري، نحكي عن صفقة صارت بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، أوصلت نائب المهندسين اللي رشحوا التيار الوطني الحر على إنه يروح التيار ويشارك بالجلسة التشريعية للتمديد للمجالس البلدية. طيب هيدي بال 2000 وقديه؟ 24 24 مش هيك؟ طب بال 23 شو كانت الصفقة؟ بالسياسة كل يوم في شي لا لا جديد. لا شو كان في؟ طب ما نحن موقفنا من الأول عم نقول لا في مرشحين ولا في جهوزية لو ما حنا خبرونا، ولا في اجتماعات صارت، وما كان حدا مصدق إنه في انتخابات رح تصير. طيب حتى اللي عم يتهمنا فيها ليش هو يجهز حاله؟ ليش في انتخابات مثلا الانتخابات البلدية بتركب قبل بجمعتين، في رؤساء أو مرشحين على رؤساء بلديات أو هاي دوروا مكاناتهم وبلشوا يشتغلوا، إنه نحن هوات يعني بالانتخابات مثلا، إنه ما بنعرف إمتى العالم بلش تشتغل، وإذا في جو انتخابات بالبلد ولا ما في جو. طب توصل إلى جو الآخر السياسة آخر كان شيء، رافض للانتخابات، طب ولكن إيه الوزير الداخلية كان جاهز وقال لكم أنا عندي جهوزية لهيدي الانتخابات. حتى هيدي اسألوا المحافظين، اسألوا القايم مقامين قديش مدى جهوزيتهم، بتطلعي على قايم مقامات المتن بتلاقي الاوراق ولا هيدا ما في عندهم اسانسور تطلعي فيه مع الترين، جاي بدك تعملي انتخابات، ليش قديش هيدا موظف بيجي 14 يوم بالجمعة، والقوى الأمنية مدى جهوز يعني
انه ما حدا، انه اخر شيء كل واحد بده يكب الطابع عند الثاني. طب نحن عارفين حالنا من الاول، انه اذا وصلنا لهالفتره هيدي، قال لي هي قبل بجمعتين، قبل بجمعتين من الانتخابات وما في شيء، وهذا كنا عالنين انه نحن ما رح نترك فراغ، يعني مش ممكن نترك نحن نروح بالموضوع للاخر. وهذه ما بدها صفقه، لانه بال 2023 ما كان في شيء بيننا وبين رئيس بري، ولا كان في لا نقابه مهندسين ولا شيء. بعدين بفتكر انه الموضوع اكبر من نقابه مهندسين، وهذا يعني موضوع البلديه. بس لو كان في اراده سياسيه كان صار في انتخابات بلديه، لو التيار الوطني الحر كمان كان ناوي انه يكون في انتخابات بلديه كان حارب لها بغض النظر عن شربيه في 128 نائب بالبرلمان، ايه التكتل تبعنا فيه 19 نائب، اوكي في التشناك يمكن قال له هلا بطل يمكن 19. طب على راسي معي قد ايه صاروا هلا؟ عليك صاروا 15، ما بعرف قديش صاروا، بس انه صاروا 15. ايه طب من اصل 128 معقول تحملينا من اصل 128؟ يعني في عندك 100 112 111 113 ايه بدوننا خارجنا، بدنا نحن نتحمل مسؤولية التأجيل؟ ليش ما بيروحوا بيتفقوا وبيعملوا اللي بدهم؟ يعني بس في اليوم معارضة، القوات اللبنانية دعتكم انه ما تشاركوا بهيدي الجلسة. نحن شاركنا قبل بمرة وقلنا نحن ما ممكن نترك البلد بدون مخاتير، مش بدون بلدية، بدون مخاتير، لأنه ببطل فيك تعمل شيء بتنشلي. ها إذا هذا الموضوع ما في إجماع بعدين. طب البلديات المنحلة شو بتعملوا فيها؟ في بحدود ال 100 بلدية منحلة اليوم، شو بتعملوا هذه فيها؟ مشكلة، ما حدا عم بيقول انه هذه منا مشكلة، اليوم عم تتعالج من خلال قائم مقامين ومن خلال هذا، بس لكن هذه مشكلة واحد بده يعترف فيها. وحتى نحن البلديات عم بيقولوا كحد اقصى 31 ايار الجاي اذا ماني غلطان. طيب اذا في امكانية عمل بلديات قبل فلتكن، ما عنا مشكلة فيها أبدا تصير قبل البلديات، بس مش نحن نقعد نتأذى في الموضوع. إيه وإحنا عارفين بخي، أنت مطرح ما أنت عندك مرشحين راحوا يترشحوا، مطرح ما أنت قبضاي بقضاء بشري كم واحد راح ترشح؟ طب أنت بدك تعطي جدية للموضوع وبدك هذا، مش أنت بتقعد ما حدا بيقدم ترشيحه وما حدا بينزل بيجيب ورقة من الأي مقامية ولا من وزارة المالية، بس نقعد على التلفزيون وعلى السوشيال ميديا بنقول بدنا نعمل انتخابات. خي انت عمو الجو كمان اضغط بهالاتجاه، روح قدم مرشحين، روح شكل لوائح، روح ساعتها بين مزبوط انه في حدا عم يهرب من الانتخابات، مش بتكون قاعد مثلي مثلك على نفس الكرسي. ايه وبيجي قبل بيومين انا بروح بمدد، انت شو كنت عم تعمل؟ انت كنت عم تحكي فيه للموضوع نحن رافضون للتمديد للبلديات. طبعا انت رافض بركي ربحت، طب ما نزل 72 واحد، طب حزب التقدم الاشتراكي ما امن النصاب، طب روح عمول شو اسمه، عمول لوبينج مع الاشتراكي، عمول لوبينج مع كم نايب هيدا وما تامن النصاب، وكنت فرطها وكنت انت اكون حاضر، وروح عمل انتخابات. ما فيك تكون هالقد باسيف، يعني هالقد انت مبورد وتجي تعمل حالك انه عم تعمل معركة بلديات، ما حدا بيقبضك. والعلاقة بين التيار والحزب؟ جمود؟ على القطعة. مطرح ما في عنا امور حابين نحكي فيها ونطورها، وفي امور عارفين انه اليوم مش امور خلافية بيننا وبينهم. شو الخلافات اليوم غير وحدة الساحات انت والحزب؟ انه عندك وحدة الساحات وبمحل معين، اليوم سكتي اوكي، اليوم مينلي هو موضوع وحدة الساحة، بس قبل كان في كمان موضوع رئاسة الجمهورية، موضوع تغطية حكومة الرئيس مئاتي، وقبلها كان في امور تانية انه عتب على طريقة شغل معين. anyway برجع بقلي ما كان ينحكى فيهم قبل هلا، لانه الرئيس عون وقت كان باب عبدة ما كان بده يحكي فيهم، ما كان بده يحكي فيهم، معتبر انه هن كانوا من المساهمين بوصوله، وما بده يبين انه عم يطعن حدا ولا شيء ساهم بوصوله. وهلا الوزير بصير شو عم بحاول يعمل؟
ما عم بحاول مثل ما عم بحاول مثل ما هلا كنت عم اقول لك قبل، نحن مستعدين للانفتاح وللحكي وللحوار مع الكل. الحزب احد هذول الافرقاء يلي بدنا نحكي معهم وما بدنا نقاطع معهم، ولكن بمحل معين يمكن نكون مختلفين نحن وياهم. ما في تعترفوا اليوم انه الحزب دائما عم بيخذلكم امام كل استحقاق الحزب بيخذل التيار الوطني الحر؟ لكن هذا الموضوع يعني واحد بده يحكيه عن جد، بده يحكيه على رواق وبده يقعد يحطه. ما في حدا ما استفاد منا من التاني يعني. ايه ما فينا نقول انه والله مثلا الموضوع انول الانتخاب، ايه ما كانوا هني هيدا بموضوع توازن بالحكومات ما كانوا هني. من تاني ما نحن كمان ما فينا نقول انه هني ما ساهموا كمان بافشال كثير من الامور يلي كان الطيار. يعني واحد بده يقعد فيها بده يقعد يحكي على رواق، وبده يعني يشوف انه طب في استعداد للتطوير الامور، في استعداد ولا لا. هون كمان انتم مش محمسين بقى كتيار وطني الحر، مش محمسين بقى للعلاقة الجيدة مع الحزب او انه تكونوا فريق واحد اذا صح القول؟ ما بدنا نحن ما بدنا نكون ليك قصة الفريق واحد واخر شيء ما عندك اكترية معهم وكل الوقت بيقول لك ماني قادر لانه ماني قادر مون على فلان وعلى فليتين. لا، انا محمس على يكون في اكترية بلبنان متفقة على مشروع معين، مش بس مع ثنائية معينة ولا هيدا، وخاصة انه توصل لمحل وبتكربش بقى. لا، محمس يكون الحزب موجود، حزب فاعل وكبير، ولكن محمس يكون في مكونات تانية ويكونوا اهم شيء متفقين. يعني يكون في عندك اقله 70 80 نايب بهل مجلس النواب متفقين على خطه عمل وينفذوها، ويروحوا ساعتها بعدين يقولوا بعد في بعد سنتين بعد اربع بعد سته وقت يكون في شيء استحقاق انتخابي يقولوا نحن هالمجموعات هيدي عملنا هيك. بس انه واحد بيعمل اتفاق هون بصف قاعد مكربش منه قاعد منه قادر يعمل شيء، وصل رئيس عون على بعبده، طيب بعدين فرطنا الحكومات تحته، ما كان عنده اكتريه بالحكومات، صف دبه وعصره، هو مجلس نواب، هو رئيس مجلس نواب، هو رئيس الحكومه، واخر شيء بده يتحمل مسؤوليه الخراب اللي صار بالبلد. لا، انه خلص هذا الموضوع ما واحد بكرره يعني. لا ثقه بحزب الله؟ بدك ترجعي تحاولي مع الكل، ما في هيك شيء بالمطلق يعني واحد يقول لا ثقه بحزب الله. لا، ها برجع بقول لك في امور تتفق انت وياهم عليها وفي امور ما بتتفق عليهم مع غيرها. يعني ياخذوا واحد مش انه ياخذ الشغله باكج مسكر، باكج مسكر ايه في نقزه على الموضوع لانه جربنا فتره معينه، بس كمان انه يجي يقول واحد لا ثقه بحزب الله ايه كمان شغله منا مزبوطه يعني، لانه في امور فيك تتقدمي انت وياهم وتحكي انت وياهم، هن فريق وازن وكبير بالبلد. ما انا بقول لك ما في شيء اسمه لا ثقه بحدا بالافرقاء اللبنانيين. هلا عم تساليني عن رئيس بري، هلا بترجعي بتقولي لي عن القوات اللبنانيه، بقول لك في كل واحد بمحل عن الاشتراك يعني. طب هول مكونات لبنانيه وهيدي تركيبه البلد، طب شو بتعملي؟ انه كان حلما يكون نحن بلد فيه فريقين خارقين الطوائف كلها سوا بيرشحوا لائحتين بيطلع أكثرية وأكثرية بالبلد وهي بتحكم. هذا أوكي، هذا حلم، برافو، يا ريت نوصل له هذا، ولا طائفية واللي بدك إياه. أوكي، يا ريت فينا نعمل هيك بالبلد. بس اليوم أنت عم تتعاطي مع نظام برلماني طائفي صلاحياته مش واضحة، بعدنا لليوم عم نتخارق على الدستور. ليش رئيس جمهورية مجبور يدعي لاستشارات حكومية بظرف قليل، ورئيس الحكومة أو الرئيس المسمى بحطها بجيبته بروح بسافر سنتين؟ يعني في عندي كتير أمور خلافية، طب بدنا نحكي فيها. طب شو بنعمل؟ هذا هو دستور، نعمل حرب عن جديد ولا بنحكي مع بعض ونطول الويل على بعض؟ مشكلة انه تطويلة البال عم تكلفنا غالي، وكلفتنا انهيار اقتصادي، وكلفتنا. طيب اليوم شو بدنا كنا نعمل؟ بدنا نرجع نحاول عن جديد، ان شاء الله العالم تكون تعلمت انه عسيرة الانهيار الاقتصادي، انه اليوم واحد قاعد اليوم بكره واحد عم انه تصور انه اليوم صار في حرب غزة وصار في ملف الناس بمحل معين. الملف الاساسي اللي دفعوا حقه اللبنانية
حياتهم وجنى عمرهم واموالهم. اليوم في نهار في عالم عم بتموت على ابواب المستشفيات، في عالم عملت كرايز قلب وانفجارات بالدماغ، وهذا اليوم صار هيك بنحسه صار بالمرتبة الثالثة والرابعة. ايه ليه؟ لأنه في قصص. أول شيء في عندك مجموعة عم بتحاول نس اللبنانيين، عم بيصير في تلكؤ بالمعالجة، وأنه والله في أمور كتير كبيرة أكبر منها هلأ، في غزة وفي نزوح وفي ما بعرف شو، جربوا نسوق هذا الملف. فسوء الحظ إن شاء الله ما الوقت ينسينا هالمشكلة الكبيرة. إن شاء الله. قبل ما ننهي بدي توقف على فصل نائب رئيس مجلس النواب ليصبو صعب من التيار الوطني الحر، شو معلوماتك عن هذا الموضوع؟ تبلغ اليوم النائب ليصبو صعب هذا القرار خطيا أو بعد؟ لكن انا اخذ على حالي قرار ان كل شيء بيتعلق بالتيار الوطني الحر، كل شيء داخلي بالتيار الوطني الحر ما احكي فيه. ليش؟ يعني لانه انا بعتبر انه هذا الموضوع وقت يكون في شيء رسمي بيطلع بيان من التيار وبيوضح هالامور كلها سوا. اليوم في تكهنات، شو بدي قديش بعرف وقديش ما بعرف. ممنوع تحكم هذا الموضوع بالتيار الوطني الحر. مش ممنوع اخلاقيا، انت داخل حزب، ايه وقت يصير في شيء بهالحزب بيطلع بيان رسمي. ليش انا بده يكون عندي رأي وزميل تاني لإلي يكون عنده رأي وزميل تالت وكل واحد يخبرك فيرسيون؟ وهذا ليش بتطلع فيرسيون تبع الحزب بنلتزم فيها؟ لا اكثر ولا اقل. تعترف انه الياس بصعب خسارة للتيار الوطني الحر؟ عم بقول لك انا ما عم بقول انه خسارة ولا مش خسارة صاحبنا وصديقنا دولة الرئيس، ولكن برجع بقول لك داخل الحزب ما راح احكي عنه. على الصعيد الشخصي اكيد انا زلمه بحبه وبحترمه، بس على العمل الحزبي خلينا نشوف، ما ما راح رح احكي. تعطينا معلومات يعني. ما راح احكي، تخبرتي. عم ينحكى انه التيار الوطني الحر رح يتقسم لتيارين، انه في خلافات. لك صرنا نسمعها هيدي من زمان وجر، انه عن جد إن شاء الله بنسمعها كثير وبتنعاد، واكيد في عالم طب انه طب شو ناطرين يعملوا طيار تاني؟ انه بدل ما واحد يقول لك هيدي رح يعني يلي فلوا، عم بحكي عن يعني اللي فلوا من التيار الوطني الحر واليوم بينتقدوا هذا. مش بدي عم اخذ نحكي على اللي فلوا، بس عم نحكي انه داخل التيار اليوم في مجموعة مسمية حالها المجموعة الخمسة، هي مجموعة من النواب من ضمن الياس وصعب. هذا الموضوع بالاعلام. اول شيء بالمطلق عم نحكي بالمطلق، مش عم نحكي انه مش شغله عاطله بالاحزاب يكون فيها معارضات من داخل الاحزاب، انه اخر شيء ما بيصير واحد يكون بلوك واحد ونفس واحد. بس انا بالنسبه لاهلي المعارضه داخل الحزب تنتهي وقت يطلع القرار الرسمي تبع الحزب اللي كل العالم تلتزم فيه. مثل بحيالة مجموعة انت قررت تفوتي عليها، اول شيء ما حدا جبرك تفوتي، اوكي، ولو كنت من المؤسسين هيدا الحزب فيه آلية عمل وفيه انتخابات وفيه تصويت، وحزب هيدا ديمقراطي. ليه شايف انه في بداخل الحزب مشكل معين ولا عنده اختلاف بوجهات النظر كبيرة وقادر يسوقها داخل الحزب، ليش اول شيء مش عم يعملها؟ يقال لا إن لا لا لا، يعملها صحتين على قلبه ويصير في استحقاق ويترشح ونشوف هل على الميزان اذا هيدي الفكره مسوقه مظبوطه اللي بدك. بس انه عم تحاول تقلي انه ما حدا اكبر من تياره. اكيد ما حدا اكبر من تياره، واذا بدك تعمل غيار بتعمله من داخل التيار وما في مشكل. بس وقت الشغله بدها تصير بس برا وانتقاد وما بعرف شو تنفصل من التيار، طيب اوكي هيدا وينين انت ارتضيته على حالك، انت ارتضيته على حالك والتيار عم بينفذها. يقال انه الخلاف الاساسي بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والوزير باسيل هي على خلفيه الانتخابات النيابيه سنه 2022، وقت طلب الوزير باسيل لكل مناصري تيار الوطن الحر انه يصوتوا لايدي معلوف مش للياس بو صعب، وقت ثبت كل اصوات التيار اغلب اصوات التيار لايدي معلوف. الوزير باسيل بانتخابات، رح ارجع اقول الوزير باسيل بالانتخابات تبع 2022
مش عاطي تلميحة وحدة لمين لازم يصوتوا بالمتن الشمالي وبكل باقي الدوائر، خاصة على المرشحين الحزبيين. هيدا اللي بده يجي هيك بس آخر شي يخبر اخبار بالبلد، الوزير بسيل، هيدي عم بحكي أنا، في منسقين وفي ملتزمين بالتيار وفي مكنة انتخابية عم تحكي عن آلاف الأشخاص، عم تحكي عن 4 5 آلاف شخص كانوا فايتين باللعبة الانتخابية بالمتن الشمالي، بتحدى يكون في واحد آخذ تعليمي أو تمني أو شو ما بدي بموضوع انتخابات المتن إنه صوته لفلان ومش لفلاتين. هيدي الشغلة ما حدا يجرب يسوقها لأنه منا مزبوطة، ولأنه العالم اللي مفروض تأثر عليهم يلي هن مناصرين التيار الوطني الحر هن بيعرفوا الحقيقة، انه ما حدا اجى قال لهم شيء وما حدا طلب منهم شيء ولا حدا هذا. فهذا الموضوع يعني اللي بده يتسلى فيه يخيط غير هالمسلة. شكرا لك، في شيء بتحب تضيفه؟ لا مرسي كثير لإلك، اهلا وسهلا الله يخليك. متابعي سبوت شوت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.